أنا اسمي علي رضا، اسم أمي رقية، اسم أبي محمد أمين الله. أنا أخو أمين الصغير وأخوه الكبير لمجد نهار. وشو عرفك إنه أنا رح كون لحالي؟ علي رضا رجع الحارة يا جماعة. مركزي بالعملية كلهم رح أتركن إلك. كل الطرق اللي بتوصل للنصر مباحة، اخترت الطريق القصير. أنت كمان مثل أبوك رح تقتل أو تنقتل كرمال هالشي. غريبة كتير ما هيك؟ آخر شخص رح تشوف وشه بهالحياة هو بلال. علي رضا، يومياً 7 المساء على الـ LBCI.